أهلا بكم من جديد. تعود طوابير الخبز إلى واجهة الأزمات في مناطق النظام بعد انقطاع مادة الطحين عن الأفران وتوقف معظمها عن العمل من دون أي تبرير من قبل مسؤولي النظام حول الأزمة الجديدة. يقف الناس طوابير طويلة لتأمين قوت يومهم ولساعات طويلة قد تمتد إلى أيام دون إيجاد الحلول لها. المزيد عن أزمة الخبز نناقشها اليوم بعد هذا التقرير. يفنى الشعب وتبقى صورة القائد الأوحد والأبدي تراقب طوابير الانتظار لتأمين الخبز اليومي مع بطاقته الذكية التي استغبت عقول الناس بكميات لا تكفي الاحتياج اليومي لهم لتستمر الطوابير بالازدحام ويمتد طولها إلى ما لا نهاية لأزمات تلاحقهم باستمرار. وفي مشهد اعتاد عليه السوريون خلال يومياتهم تعود هذه الطوابير لأسباب غير مفهومة ولم يتم شرحها من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك التي لا تحمل من اسمها غير عدد أحرفها لتصل الأزمة إلى الخبز السياحي نتيجة عدم توفر مادة الطحين لكل المخابز أو توفرها بكميات قليلة ناهيك عن جودتها السيئة وقساوتها. يعني لا تؤاخذني يعني شغلة من صناعة بلد، يعني ليش يصير أزمة على صناعة بلد؟ يعني هلا صناعة برا يتحكموا فينا هدول الأجانب، بس صناعة بلد يعني نحن خبز هذا من عنا وشغلات تانية وتانية وتانية، يعني في شغلات كثيرة يعني من عنا الأزمة ما بعرف ليش. يعني نقص الطحين الوارد إلى الأفران بالإضافة إلى نقص مادة المحروقات التي يصعب تأمينها أضيفت إلى زيادة ساعات تقنين الكهرباء والماء التي تتسبب بتوقف كثير من المخابز عن العمل والضغط على باقي الأفران. هناك من السبعة مو؟ هلا دي الساعة؟ من السبعة وربع مانو تل من ستة ونص. قديش لك هنا؟ ساعة ساعة إلك ساعة؟ ساعة ديلة صباح الخير. شو مين كويسه التجربه؟ شو التجربه يا اخي؟ هي بتساعد على الكورونا، هي بتساعد على الكورونا. بكره بالشكي وين بقى توقف العلم هذه بالمطار؟ قديش لك واقفون هلا؟ شو صار لي اكثر من ثلاث ارباع ساعه. نفس الشيء بدي ساعه. تصريحات رسمية متناقضة تحاول تبرير ما يجري، آخرها لوزير الاقتصاد في حكومة النظام أن صادرات هذا العام زادت 44% عن العام الماضي، وفي الوقت نفسه يضطر النظام إلى استيراد ما يقارب 200 ألف طن من القمح شهرياً لسد النقص، بالإضافة إلى تسلمه 50 ألف طن من القمح من الإدارة الذاتية وتزويده بكمية إضافية خلال الفترة المقبلة. تمتد طوابير الخبز لتصل أصوات الواقفين في مسارها العالم بأسره في حين يتفرج الأخير على تعرض الناس للضرب والإهانة في بلد باتت فيه لقمة العيش تذلهم وترفع شأن من يحسب نفسه ولي الأمر في شؤونهم. نرحب بالمشاهدين عبر البث المباشر على صفحات ومنصات تلفزيون سوريا، ريت شاركونا بالتعليق حول هذا الموضوع. أيضا بدي رحب بضيوفنا اللي رح ينضمونا بهي الفقرة، معنا أحمد القربي أكاديمي وباحث هو معنا من أنطاكيا، أهلا وسهلا بك. وأيضا أحمد عبيد مدير تحرير موقع صوت العاصمة هو معنا من اسطنبول، أهلا بك. ودكتور كرم شعار باحث اقتصادي في معهد الشرق الأوسط من نيوزيلندا، أهلا بكم جميعا. أهلا بكم. أبدأ معك أستاذ أحمد عبيد، يعني تصريحات متناقضة للنظام يتحدث بأنه لا يوجد هناك أزمة ولكن أرض الواقع ترينا الصور غير ما يتحدث به النظام، وأيضا هناك تعليقات من قبله بأن تبرير الأزمة باتهام معتمدي البطاقة الذكية وبالتلاعب بالمخصصات وغيرها من التعليقات، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم، يعني الحقيقة أزمة الخبز مرتبطة بعدة أسباب مو سبب واحد. بداية بالفعل في نقص بمادة القمح، لكن إذا بدنا نسأل سبب نقص القمح شو هو؟ المناقصات اللي عم يطرحها النظام عم يطرح فيها شروط عم تمنع التجار من الاستيراد، مثل منعهم
بالدرجة الأولى منع التجار من بيع المستوردات للأفران بشكل مباشر وإجبرهم على بيعها للحكومة. السعر المخصص للشراء ما هو كافي لسعر القمح من بلد المنشأ أو من بلد الزراعة مع تكلفة الشحن، بينضاف إلى أزمة المحروقات الموجودة، الأعطال المتكررة بالأفران، يعني مؤخرا صاروا يخلطوا الطحين بمادة الشعير أو بالحنطة، فهي سببت كتير أعطال بآلات العجن وغيرها من الآلات. توقف هي الآلات سبب أزمة على أفران تانية. في عنا نقص دعم أفران الريف، أجبر قسم كبير من أهالي الريف للتوجه للمدينة، كمان هي سببت أزمة بأفران المدن. دكتور كرم، أيضا من نفس النقطة، تصريحات متناقضة حول الصادرات والواردات، برأيك هل هذا منطقي لتبرير أزمة الخبز الأخيرة؟ بتقديري يعني دعنا نتفق أنه ما من صادرات للقمح من مناطق النظام، الصادرات هي صفر تماما. الحديث هو فقط عن الواردات. عفوا أنا أسمع صدى لصوتي. نحن نسمعك بشكل جيد. جيد. المشكلة هي في الحصول على مادة القمح. النظام إلى حد الآن وفقا لأرقامه الرسمية استطاع تأمين ما يتجاوز 850 ألف طن من مادة الطحين، وهذه المادة يعني هذه الكمية تم تأمينها بالكامل من داخل سوريا، وبالرغم من قول مناطق الإدارة الذاتية بأنها سترفض التصدير إلى النظام السوري، بالمقابل وفق مصادر النظام السوري تم توريد ما يتجاوز 200 ألف طن من تلك المناطق. هذه الكمية يجب أن تكون كافية إلى أكثر من 6 أشهر من بعد انتهاء فترة الحصاد، والتي عمليا انتهت منذ 3 أشهر فقط. إذن المشكلة بتقديري هي أن النظام متخوف من الحصول على كميات إضافية من القمح من مصادر خارجية، من ضمنها روسيا على سبيل المثال التي رفضت تسليم 200 ألف طن تم الاتفاق عليها مسبقا، وبسبب هذا التخوف يقوم النظام بتقنين كمية الطحين التي يوزعها على الأفران. طبعا مشكلة الأفران بتقديري هي مشكلة مركبة، بالدرجة الأولى يعني هي مشكلة تهرب الأفران من التزاماتهم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. يعني الأفران تواجه الآن أسعار أعلى للمحروقات وللكهرباء يعني أجور العمال، وبالتالي يعني تخاطر أكثر وتقوم ببيع الخبز في السوق السوداء. السبب الآخر هو بتقديري الأقل أهمية، وهو تقنين كميات الطحين الموزعة على الأفران. سيد أحمد القرابي، يعني دكتور كرم وسيد أحمد وسيد عبيد يعني تحدثوا عن أسباب عديدة لأزمة الخبز، ما هي قراءتك اليوم لهذه الأزمة الأخيرة وكيف ستؤثر على حياة الناس المعيشية؟ في البداية تحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه التركيز الضيوف كان على الأسباب الاقتصادية وتحليلهم لها. أعتقد هذا الأمر له يعني خلفية سياسية، من بعد ما زادت العقوبات التي تشددت الإدارة الأمريكية وفرض قانون قيصر وسياسة الضغط القصوى التي تتهجها الإدارة الأمريكية في الضغط على إيران الداعم الرئيسي للنظام، صار هنالك نقص حاد في السيولة في العملة الصعبة لدى النظام. ترافق هذا الأمر مع ضغط على ميليشيا قسد التي بدأت تمتنع حاليا، حتى الآن هي تمتنع عن تسليم كميات من القمح للنظام، وبالتالي هو النظام كان سابقا في السنوات السابقة هذه الأزمة كانت متكررة، يعني منذ 2013 إلى الآن هذه الأزمة كل سنة تحدث، ولكن النظام كان يستطيع من خلال التفافه، من خلال توريد القمح وتأمين مصادر قمح سواء من قبل إدارة ذاتية ميليشيا قسد أو حتى من قبل روسيا، ولكن الإدارة الذاتية لماذا تمتنع؟ كان يستطيع أن يحل هذه الإشكالية، تصدير القمح طالما أنها تقبض ثمنه، يعني هي تبيع وبيع. أعتقد أنه التشدد الولايات المتحدة الأمريكية في فرض قانون قيصر والتهديد بفرض هذه العقوبات هو الذي يمنع العديد من الشركات أو من العملاء الذين كانوا يتعاملون سابقا مع النظام ويسهلون له
الحصول على المواد الأساسية التي يحتاجها. طبعا نظريا نحن نعرف أن هذا الأمر لا تشمله العقوبات الأمريكية، ولكن كما يقال أنه الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية تريد الضغط على النظام من أجل انخراط أكثر في الحل السياسي، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر أثر على موارده الاقتصادية وأدى إلى تزايد أزمة الخبز التي كانت تحدث كل عام، وكان النظام يستطيع إيجاد الحلول لها. فباعتقادي أن الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الأزمة هي أسباب سياسية بالدرجة الأولى، العقوبات الأمريكية، فقدان التمويل لدى النظام، وعدم قدرته على إيجاد موارد إضافية يستطيع من خلالها تأمين السيولة التي تعطيه القدرة على تأمين ثمن القمح الذي يمكن أن يستورده من قبل حلفائه خصوصا روسيا. نعم أستاذ أحمد عبيد، فيما يخص ردة فعل الناس تجاه هذه الأزمة والأزمة المتلاحقة، ودائما هناك أزمات، أزمة محروقات، أزمة أدوية، ما ردة فعل الناس وخاصة على الخبز؟ يعني الشيء الغريب أن الطلب على الخبز زاد خلال هذه السنة أو خلال سنتين ماضيتين رغم نقص عدد السكان في سوريا، أيضا ما هو تبريرك لهذا السبب؟ زيادة الطلب على الخبز هي ظاهريا بس، لكن زيادة لكن الطلب هو موحد. تطبيق البطاقة الذكية وقت اللي خصصوا هن يعني خصصوا شيء للعائلة، فأجبر نفس الشخص كل يوم يتواجد على الفرن. قبل البطاقة الذكية مثلا عائلة كان يروح يجيب ربطين خبز لنفرض بيكفوا 3 أيام، فلبعد 3 أيام ليروح على الفرن. بعد ما طبقوا هي الاستراتيجية يعني صار مجبر أنه كل يوم يوقف، فهي الطوابير صرنا نشوفها كل يوم، لكن المبيعات هي ذاتها. مؤخرا كل أفران العاصمة وريفة صاروا يتبعوا سياسة يعني نفسية بالإنتاج. الناس اللي واقفين عم ينتظروا الدور بيقدر يشوف الخبز الخارج من قلب الفرن، فكمية الإنتاج قليلة جدا. يعني قبل كان مثلا كل 3 ثواني أنتج الفرن رغيف، اليوم كل 30 ثانية لينتج رغيف واحد. بالتالي الناس وقت اللي عم توقف عم تشوف أنه الأفران شغالة بس ما في إنتاج، يعني الفرن شغال بس وين عم يروح الخبز ما حدا بيعرف. هي الاستراتيجية بس كرمال أنه نحن عم نشتغل طول الوقت، نحن دوامنا كامل وعم نشتغل بس أنتوا عم تطلبوا زيادة، لكن الحقيقة أنه هن عم ينتجوا ثلث الإنتاج اللي كان قبل 2 أو 3 سنين. بالنسبة لردة فعل الأهالي، يعني الناس اليوم أي شخص بده يوقف أقل شيء ساعتين على الفرن ليأخذ، هي إذا ما اضطر يطلع من منطقة لمنطقة ليقدر يأمن الخبز، خاصة بعد الضغط الكبير على الأفران السياحية. يعني الناس صارت تقصد السوق السوداء لشراء الخبز، وفي مناطق بينباع فيها الربطة بين 600 و800 ليرة الخبز العادي، بينما الخبز السياحي 1000، يعني ما بقي في فرق كبير، فصارت الناس توجه للأفران السياحية وانتقلت الأزمة إلى بالتالي. لكن يعني مو طالع بيدهم شيء بالنهاية. هي برأيك الأزمة على الخبز السياحي هو بسبب زيادة الطلب أم بسبب أيضا عدم توريد كميات كافية من الطحين؟ بسبب نقص إنتاج الأفران العادية وارتفاع سعر الخبز العادي بالسوق السوداء. وأيضا كما ذكرت هناك نقطة يعني يتحدث الكثير من الناس عن تضاءل جودة الخبز من حيث النوع أيضا والجودة. سنعود إلى هذه النقطة دكتور كرم. يعني الإدارة الذاتية صدرت 50,000 طن للنظام في وقت يعلن النظام عبر وسائل الإعلام التابعة له والموالية له بأن الإدارة الذاتية تمنع فلاحي المنطقة الشرقية من بيع محصولهم للنظام. هذا تعامل مع الإدارة الذاتية برأيك هل سيحل جزء من الأزمة؟ مشكلتنا بالدرجة الأولى مع النظام السوري عندما يتعلق الأمر بالأرقام هي عدم ثقتنا بتلك الأرقام. صحيح. لنفترض أن ما ذكرته مؤسسة إكثار البذار صحيح، وهو ما قالته منذ أكثر من شهر بأنها أمنت البذار اللازمة للحصاد السنة المقبلة للاستهلاك الكامل لسوريا وقدرته ب 1.4 مليون طن. لنفترض أن هذا بالفعل هو يعني الحجم المطلوب لمناطق النظام. ما تتحدث عنه مناطق قوات سوريا الديمقراطية بخصوص تصدير 50,000 طن فقط هي كافية لفترة أسبوعين فقط. يعني هي لن تحل المشكلة بشكل كبير، وإنما قد تساعد في المدى القريب.
طيب شو الحل دكتور؟ يعني شو الحل للخروج من هذه الأزمة، خاصة كما تحدثنا أن مادة الخبز هي مادة غذائية رئيسية على جميع الموائد السورية، وقد تكون الطبق الرئيسي للأسف الآن. يعني تحدثنا سابقا حول الأسباب الاقتصادية، وهي أسباب يعني تشغيلية، أسباب مباشرة. الأسباب الأساسية أنا بتقديري هو سبب وحيد، نقص القطع الأجنبي. سوريا غير قادرة على توفير الكمية اللازمة من القطع الأجنبي لاستيراد القمح. القمح يمكن شراؤه من السوق العالمية، العقوبات الأمريكية تصعب من هذه العملية ولكن لا تمنعها أبدا. يعني المشكلة هي أن القطع الأجنبي غير متوفر لعدة عوامل، أحدها الأزمة في لبنان، أحدها الآخر انخفاض الدعم من إيران، وكذلك انخفاض الدعم من روسيا. ويبدو لي أن إيران وروسيا تسعيان إلى دفع النظام السوري إلى تقديم بعض التنازلات ولكنه لا يزال متعنت. طب سيدة عرابي، يعني النظام يطرح العديد من التعليقات حول أنه ليس بحاجة وليس هناك أزمة، كيف يمكن تجاوز كل هذه الأزمات وكيف يمكن أن يبرر للشارع تصريحاته؟ أحمد سيد قربي، هل تسمعني؟ نعم نعم. السؤال موجه لي؟ نعم نعم نعم. أعتقد بالنسبة للنظام يعني هو دائما يتعامل مع هذه الأمور من عدة منطلقات أساسية، وهذا الأمر حتى نلاحظه في خطاب النظام الرسمي وخطاب رأس النظام بشار الأسد في خطاباته المتكررة. طالما أن النظام بخير فسوريا بخير، المهم هو انتصار المقاومة، لابد للشعب أن يدفع ضريبة هذه المقاومة. تدمرت البلد، تدمرت البنية التحتية، ولكننا كسبنا مجتمعا متجانسا كما يقول بشار الأسد. هو النظام يحاول أن يلعب على هذا الوتر، يحاول أن يخفف الضغوط التي تأتي على المواطن من خلال دائما محاولة استخدام هذه العبارات. طبعا هو نحن نعرف أن النظام هو آخر ما يهمه المواطن، رفاهية المواطن، ودائما ما يتم يعني إلقاء الأسباب على قضية الفساد ومحاولة إيجاد حلول لهذا الأمر في المستقبل القريب. أعتقد أنه قضية الحلول، يعني النظام نحن شاهدنا أنه كما تحدث ضيفكم أنه قطع الأجنبي، كيف يمكن للنظام أن يؤمنه في ظل امتناع روسيا وامتناع إيران عن إمداد النظام؟ شاهدنا أن النظام لجأ لأسلوب العصابات، قضية تهريب المخدرات، تهريب الحشيش والتجارة غير المشروعة من أجل تأمين جزء من يعني من القطع الأجنبي يسد فيها احتياجاته. ولكن أعتقد أن هذه تبقى حلول إسعافية لا يمكن أن تستمر، وبالتالي أعتقد أن الأمراض التي يعاني منها أو السلبيات التي يعاني منها الاقتصاد السوري لا يمكن حاليا في ظل هذه الظروف إيجاد حلول طويلة الأمد يمكن من خلالها أن يتجاوز الوضع المعيشي السيء الذي تمر فيه البلاد. ختاما معك أحمد عبيد، كيف هو الوضع المعيشي بشكل عام للناس في مناطق النظام؟ يعني الوضع المعيشي متردي جدا، يعني ما متوقع في كلام يقدر يوصف وضعه اليوم، خاصة مع اقتراب الشتاء. يعني حتى شركة محروقات لليوم ما وفت الناس بمخصصاتها بال 2019، يعني السنة الماضية الناس لهلأ ما استلموا مخصصاتهم، فما حدا بيعرف كيف بده يقدر يأمن مازوت، خاصة هلأ موسم مونة. يعني الوضع جدا سيء، الناس عايشة مثل ما منقول يعني كل يوم بيومه، فما بعتقد في حكي يقدر يوصف الوضع. بدنا نشكركم ضيوفنا اللي رافقتونا بهي الفقرة، شكر لك أحمد عبيد مدير تحرير موقع صوت العاصمة، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك على هذه المعلومات. وأيضا أحمد القربي الأكاديمي والباحث، كنت معنا من أنطاكيا، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لك دكتور كرم شعار، الباحث الاقتصادي في معهد الشرق الأوسط من نيوزيلندا، شكرا لكم. شكرا لكم جميعا مشاهدينا، ابقوا معنا، فاصل قصير ونعود.